السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الصيف نهار اليوم الأحد حريقين في مزارع المحاصيل الكبرى أثناء عملية الحصاد، ما تسبب في احتراق حوالي 9 هكتارات من محصول القمح القائم، وتم تجنيد الوسائل اللازمة. وتابع لوحدتي الحماية المدنية بير العرش وقاجال بدعم من الرتل المتحرك للوحدة الرئيسية الصيف وأخرى تابعة للمصالح المعنية والفلاحين. هذا وقال مواطنون أن سبب حريق منطقة أزرقنا بقجال يعود إلى شرارة كهربائية تسبب فيها غراب وجد نافقا بالحقول المحروقة. ويبقى من الضروري على الفلاحين مرافقة ماكينة الحصاد والدرس بواسطة جرارات فلاحية بمحراث أو سهرج ماء ووسائل إطفاء يدوية لإخماد أي حريق في بدايته قبل انتشاره وخروجه عن السيطرة، وبالتالي التقليل من الخسائر، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل الفلاحين.